بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع ده هام جدا، يعني يا ريت ما يكونش مجرد حلقة تشوفها، لا انا عاوزك تستفاد منه، ومش هطول عليك ان شاء الله. عشان ما اطولش عليك، الموضوع شامل، هتلاقيه في المدونة ان شاء الله، لان نصف الحلقة دي هيبقى يكون عبارة عن ارشادات ونصائح وتقارير ودراسات. ده كله عشان ما اطولش عليك هتلاقيه في الموقع، التقارير والدراسات والنصائح. النص الثاني عبارة عن برامج أنا اخترت عشان حماية العين من أشعة الهاتف الضر. اخترت أحسن برنامجين، وهتلاقي الرابط بتاعهم إن شاء الله تحت الفيديو. البرنامج الأول اللوكس لايت داش، برنامج جميل جدا، تعرف عليه، تضغط على البرنامج وتفتحه. أنا اخترت برنامجين اللي هم شايف انهم افضل برامج موجودة على جوجل بلاي. البرنامج ده اول من جرد انك تفتحه، هو يكيف نفسه على الاضاءة اللي حوالين الهاتف، ويظبط الاضاءة بتاعت الهاتف. الاعدادات بتاعته باللغة العربية، ممكن باللغة العربية سهلة جدا، ممكن تظبط فيها اللي انت عاوزه. اما البرنامج الثاني اللي هو ايز ايز، ممكن تختار واحد من اثنين، لكن افضل البرنامج الاولاني. هنتعرف عليه، او مجرد انك تفتح البرنامج تلاقي عين مقفولة، تضغط عليها مرة واحدة تفتح العين، يبتدي يشتغل البرنامج. زي ما احنا شايفين تأثيرات الاضاءة تقل شاشة الهاتف، عليك انك تختار واحد من اثنين بتاعك لحماية عينك من اشعة الهاتف الضار، سواء لك او للاطفال اللي معهم اللي عندك في البيت. ارجو ان تكون حلقة مفيدة لكم، وانها ما تكونش مجرد حلقة تشاهدها وخلاص، هي حلقة تستفاد منها. ولا تنسى الاشتراك في القناة، والى حلقات اخرى ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.